بسم الله. أهلا 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 وسهلا ومرحبا بجميع صحاباتي وكلياناتي وعائلتي وجميع متابعي قناة شيدانيت. مرحبا بكم في فيديو جديد وحصري على القناة ديالي، إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. دائما البنات كنحاول نشارك معكم شي فيديوهات اللي نادرين على يوتيوب، وكيعجبني أنا ماشي من عادتي أن ينقل صراحة، يعجبني نختلف وندير شي حاجة اللي نتعرف بها. يعني تيقول لك واحد مثل خالف تعرف، ما كيعجبنيش نشوف مثلا شي وحدة لايحة شي حاجة ونقول أنا أرى اللوح بحالها. تقريبا كتعرفوا علي هادشي هذا، وكيعجبني نلوح شي محتوى اللي نادر. فإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. المهم البنات ما نطولش عليكم، بمناسبة حلول الفصل الصيف إن شاء الله بزاف ديال البنات كيبغيو هاد النظارات الشمسية، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الموديلات اللي غاية في الروعة الصراحة. كيف ما كتشوفوا موديل إنسيك في الموديل، كاين اللي وجهها ضعيف كتبغي واحد النظار يكونوا يجوا عليها زوينين، والعكس صحيح، كاين اللي وجهها عامر شوية وضاير مثلا وكتبغي عاوتاني ستيل آخر. غتلقاو في هاد الفيديو جميع ستيلات اللي غادي تناسبكم، سواء اللي وجهها ضعيف، سواء اللي وجهها عامر، سواء اللي وجهها طويل، اللي وجهها ضاير، على حسب كل وحده والستيل اللي كتفضل. وحتى الالوان غتلقاو ان شاء الله فاش غتخيروا، والستيلات حتى هما كيف ما قلت لكم موديل ينسيك في موديل. باش نوضح لكم اكثر البنات بالنسبه لهاد النظارات، كيف ما كتشوفوا كيجيو في هذيك لابوشيت اللي كتشوفوا معاهم، كيجيو في هاد لاكاليتي اللي كتشوف في الصوره، والواقع راه احسن من الصوره. وان شاء الله اللي غتاخذ راه غتشوف وغتعرف. الحمد لله كنخدم فيهم اعوام هذه مع كلياناتي، وعمري ما لقيت فيهم شي مشكل. كاليتي ديالهم راه زوينه بزاف، ماشي هذوك السواقيين. راكم كتعرفوا البنات السواقيين كيتباعوا بواحد الطريقه عشوائيه، وكيضلوا مثلا نهار كامل وهما في الشمس، تقدر ما تجيش معاهم البوشيط ديالهم باينين، يعني شحال بدا كتخاف منهم. والله يحسن العون عاوتاني، كل وحده وعلى قدر الاستطاعه ديالها. بالنسبه للبنات لهاد النظارات هادو، كيجي معاهم هذاك كما قلت لكم داك البوشيط ديالهم، لاكارت ديالهم، هذاك المنديل ديالهم كيف ما كتشوفوا بالضبط في الصوره. هادو اللي بهاد السلسله كيجيو كيف ما كتشوف في الصوره في هاد اللون ماغو، وهادو حتى هما فاندي كيجيو في هاد الشكل هذا بهاد السلسله هادي. كيف ما كتشوفوا البنات راه الموديلات فيهم ماركات مختلفه، كاين كوشي، كاين ديور، كاين لوي فيتون، كاين مارك جا هادي، كاين عاوتاني توم فورد، كاين عاوتاني والله البنات الا كيمشيو ليا السميات. المهم نتوما كنظن غادي تقراو هاد جميع هاد لي مارك، غادي تشوفوهم وغادي تقراوهم. المهم كل وحده ديك الساعه وتختار على حسب الذوق ديالها. ندير لكم البنات واحد الحاجه، فاش غتكملوا الفيديو غتلقاو مثلا اللي كدير النظر ديال الشوف. ها نتوما البنات كاين حتى شانيل، كاينين البنات بزاف ديال لي مارك. كملوا الفيديو غتلقاو الصراحه موديلات كلهم فنين. انا والله العظيم الا حمقوني انا حتى فاش كنبغي نختار الا كنحير الصراحه كنحير. ورا كيف ما كتعرفوا هذا العام هذا راه خارج هذا الموديل اللي فيه السلسله طوندونس، هو الصراحه كنشوف بزاف البنات دايرينو. وصراحه انا مثلا الستيل ديالي ما كي ها نتوما كاين حتى فيرساك، انا الستيل ديالي البنات ما كنديرش هاد النظر اللي عندهم هاد السلسله، رغم انني كنشوف بزاف البنات دايرينهم، ما كاينش شي كيبقى اذواق، كل وحده وكتلبس على حسب الذوق ديالها. قلت لكم البنات اللي كتبغي مثلا اللي كدير النظر ديال الشوف، راه غتلقاوني انني حطيت لكم حتى النظر ديال الشوف. بزاف اللي غتقول لي واش ما كيضروش في العينين، لا البنات راه ماشي انا حطيت لكم هذوك النظر ديال الشوف على اساس باش تاخديهم من عندي وتلصقيهم في عينيك بهذوك الزاج، لا امبوسيبل. طبعا انت راك كتاخدي هذوك النظاظر وكتمشي عند الاوبتيسيان اللي كتكوني ديجا كتصايبي عنده انت النظاظر ديالك ديال الشوف، فقط كتقولي ليه الزاج اللي غدير ليا دير ليا هذا الكادر هذا، انا جبت لك هذا الكادر هذا دير ليا فيه الزاج ديال العبار ديال الشوف ديالي.
فهمتوني البنات. انا شخصيا والله العظيم هادشي اللي كندير. انا الصراحه كيجيني دوك لي كادر عند الاوبتيسيا كيجوني شويه طالعين في الثمن، ماشي في المتناول ديالي انا، وكنضطر انني ناخذ هادو زوينين والثمن ديالهم زعما جد مناسب. كناخذ تخيلوا لدرجه انني ولفت كل مره نبدل الكادر، كل مره نبدل الكادر. ديجا كيقول لي الطبيب او الاوبتيسيا مثلا عندك فيهم عامين، انا بكثره ما كيعجبوني هاد لي كادر هادو، انا كنضر لكم عليهم ومازال ما بانوش، غتلقاهم تقريبا في الدقيقه جو بونس الدقيقه 6 ولا الدقيقه 7 راهم قرابوا غيبانوا لكم. صافي فاش كيجوني هاد النظر زوينين وكل مره كنلقى موديل اخر زوين، كنضطر نمشي عند الاوبتيسيا اللي كيصايب ليا هاد النظر وكنقول ليه عجبني هاد الكادر، حيد ليا هذا ودير ليا هذا. الا كان في استطاعتي نبدل الزاج على حسب الكادر راه كنبدل الزاج، ولا عاوتاني خديت واحد الكادر عجبني صغر من الكادر ديالي انا ديجا راه كينقص ليا من الزاج، كيبقى نفس الزاج ديالي، كيبدل لي فقط غير الكادر. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الفكره، اللي ما فهمتش هاد الفكره تقدري انك تواصلي معايا ونشرحها لك، غتعجبك بزاف بزاف ديال البنات ما طايحينش على هاد الفكره نهائيا. شي دخلكم تقدر توريكم اي حاجه، انا وضحت لكم فقط هذيك الكليانه اللي غتدخل عندي مثلا تقول لي اختي واش هاد النظاظر ما كيضروش في العينين بالنسبه لهادو ديال الشمس؟ لا ما كيضروش في العينين، ولكن اللي كدير النظاظر ديال الشوف اللي ناقص ليها الشوف ما خاصكيش ديري هادو، خاصك كيف ما قلت الا عجبك الكادر غتاخديه وغتمشي عند الاوبتيسيا وغتقولي ليه قاد ليا هاد الزاج ديال الشمس، قاد ليا فيه العبار ديالي. انا براسي عندي النظاظر ديال الشمس ولكن ما مخليهاش فيهم الزاج الطبيعي باش انا خديتهم، لا ديتهم للاوبتيسيا وخدم ليا فيهم الزاج ديال الشمس اللي فيه العبار ديال الشوف ديالي. هادو هما اللي كنت كنهضر لكم عليهم. دابا اللي عجبها هاد الكادر وبغات ديرو في عينيها خاص ضروري ديري فيه العبار ديال عينك، سواء لكان صحيح لك الشوف ديالك غديري الجاج اللي هو بروتكسيون للحماية فقط، ولكن لكان ناقص لك الشوف عندك شي ضرر في الشوف ديالك مثلا بحال الشكل ديالي راه غضطري انك اختي ديري فيه العبار ديال عينيك كيف ما كندير انا. انا ديجا كان عندي بحال هذا الكادر اللي داز دابا نوغ، عقلتوا البنات؟ المهم البنات اللي متبعيني في ستورياتي وفي اليوتيوب ديالي كنتو كتشوفوني بهم، كناخذ انا من هادو. الصراحه اللي كتشوفني انا دايره شي كادر وكتقولي يا اختي رشيده من خديتي هذا الكادر، انا كناخذ من هادو البنات الصراحه، سواء اللي كندير ديال الشمس سواء اللي كندير هادو ديال الشوف، كناخذ هاد الكادر وكندير الاوبتيسيا وكنقول ليه دير ليا فيه العبار ديال الشوف. صافي كيطرطق هاد الجاج هذا كيحيدو كيلصق ليا الجاج ديال الشوف ديالي. صافي كنتمنى الفكره تكون وصلت. وبالنسبه للنظاظر الاخرين اللي شاركت معكم ديال الشمس، هادوك اللي غتاخذهم ديرهم مباشره في عينيها خاصه اختي يكون الشوف ديالك صحيح، ما عندكش شي ضرر نهائيا في الشوف ديالك، خديهم وديرهم في عينك عادي راهم كاليتي ديالهم زوينه. ولكن كيف ما سبقت وشرحت اللي عندها الشوف ناقص ديجا كدير نظاظر ديال الشوف، راه ما يمكنش تحيدي نظاظرك ديال الشوف وديري ديال الشمس تبوزاي بهم، ما تسبقيش المظاهر على صحتك، لا خديهم وسيري عند الاوبتيسيا يقاد لك فيهم العبار ديالك وديك الساعه ديريهم اختي بصحتك وراحتك. هذا ما كان البنات، نعاود نقول لكم اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وضغطوا على هذاك زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تبارطاجيو ليا مع صحاباتكم والعائله باش حتى هما يشوفوا ويتعرفوا على محتوى القناه اللي ما شريت نزه كيف كنت كنقول لكم. وهكا اللي بغات شي حاجه كيف ما كنقول لكم دائما، اللي بغات شي موديل اعجبها صوريه وصيفطيه ليا في الواتساب ديالي اللي كنخليه لكم دائما في الشاشه وفي العنوان اللي هو 06 52 41 53 10. مكان التواجد ديالي هو مدينه الدار البيضاء بالضبط شارع محمد السادس كراج علال، والتوصيل لجميع المدن المغربيه عبر الارساليات ب 50 درهم على حسب واش انت بعيده او قريبه، ب 50 درهم لجميع المدن في المغرب، وداخل كازا ب 25 درهم او 20 درهم او 30 درهم على حسب انت واش قريبه ولا بعيده. للملاحظه فقط اللي كتسولني في الواتساب اختي واش كديري حتى الجمله، اه كندير حتى الجمله، ديجا قلتها في شحال من فيديو، اللي بغات الكونتي تيفشي موديل كيكون الثمن طبعا ناقص،
ثمن البنات ديال هاد الموديلات هادو راه كيختلف على حسب كل موديل. هادشي باش راه انني انا صعاب عليا نحط لكم الثمن حيت الثمن كيختلف على حسب كل موديل. اللي غنوضح لكم اكثر هو ثمن مثلا ديال هاد النظاظر هادو ديال الشوف هاد لي كادر هادو، راه حتى شي كادر فيهم ما كيفوت مثلا 150 تحت 150 درهم. النظاظر هادوك ديال الشمس حتى واحد فيهم ما فايت 200 درهم، كلهم تقريبا تحت 200 درهم، اللي غالي غالي شويه كيحبس حد 200 درهم او 210 دراهم. صافي الناس، كنتمنى نكون وضحت معكم كل شيء. وهادو اللي قلت لكم لي كادر ديال الشوف راه حتى واحد فيهم ما فايت 150 درهم، يعني الاثمنه راها جد 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 مناسبه وفي المتناول. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم والهضره ديالي تكون كيف ما كتقول لي دائما خفيفه عليكم وكتوحشوا هضرتي. تبقاو على خير، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. Be the one, and I know you wanna spend your time in a better place. What you really want, I know you cry, I know you try, I know you feel, I know you lie. I love you, you love me, you know that, I feel that. I love you, you love me, you know that, I feel that. Feel that, I know that. I want you, you want me. You feel that, I know that.